تحدثنا أيضا مطولا مع الرئيس تابون عن بعض الأزمات الراهنة على الساحة الدولية. تحدثنا عن ليبيا هناك تقارب في وجهات النظر بشكل بالقضايا المتعلقة التي تصب في صالح الشعب الليبي كي تتم دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى لقاء بين الأطراف الليبية لحل كل المشاكل والتوصل إلى حلول متقاسمة تمر فقط من خلال انتخابات تجري الأسس سناد الأسس الديمقراطية. تحدثنا عن تونس، تحدثنا عن ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الخطيرة من أجل التوصل إلى إرساء أسس الديمقراطية مع الانتخابات والعمل من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي إزاء الصعوبات الكبيرة التي تواجهها تونس. في هذا السياق الجزائر وإيطاليا لديهما الموقف نفسه، ليس لديهما أي مصالح خاصة، مصلحتهما تكمن في دعم الشعب التونسي كما أيضا في دعم الشعب الليبي كما ذكرت آنفا.